أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيرنا أوبي ومما يتقى من الأيام أيضا إن جاء قرينت سين يلو ماج رزد هين يكون عندي هين لنا دين يكون عندي هين يوم السبت ندا سند فقال سئل صلى الله عليه وسلم عنه نلاد نام دامه الكوبان ندا سند فقال يوم مكر وخديئة هون نان دي كون يلو ما فيجي إن يلو ما جنف لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه قريش في دار الندوة لاستشارة في أمره عليه الصلاة والسلام كودو نلاو مو وني هورو نانيا اسيت قريش انكو بن دندنا غالني بي دار الندوه ابن ديس نندير هين هولكو بن جوغوري ود نلا بلا بن بارات دوم ولا بن جالتون دوم غورونغو ولا بي تونغا دوم تن ها ماي ويوم الثلاثاء بي نلا نانيا التينن وي فقر سئلا صلى الله عليه وسلم فقال نانيا تلارند نلا دوي يوم دمين نانا تلار كو نلاو مو ديجام لي انه هذا في هوا تبر ايجام ادين يلتدي هوا يلتي يم هوا كو نانيا تلارند ابامي دي وقتل ابن وقتل ابن ادم اخاو ونن هنك دي هابيل وري غابيل وفي كو اودو نانا تلارند وتل جرجيس وزكريا ويحيى افامي دي ولده عليه الصلاه والسلام بيدو فو نانيا بارا نعم وسهرت فرعون ولي بفرعون بكدي ونن هن بمبارا واسيت بند مزاحم جمسود فرعون دب اي جولودو ونن هن ورا امراه فرعون ابامده وبقره بني اسرائيل انك كدي بني اسرائيل ند ونن ثلاثه ورا ولهذا كسبي دم دون هن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجامه ندو همبيتو ادن همبيتاد ها بيمبي جراد بيمبي همبيتاد افامي ولا فامن نلادو حديدوم نينا واتا يوم ساتي نينا اسد اشد النهي كاد كدغول وفي كو نينا اسند ان هن في ساعه ان هن اير لا افامي دي لا يرقى في لا يرقى في هدم افامي دي توبر جيجم رفتاكي هن وفي كو ان هن كوي اودو نلاو نزل ابليس الى الارض ابليس جي بي ليدي فنينا اسند وفي كوي اودو نلاو خلق جهنم جنغول جهنم تاغا وفي كوي نينا اسند صلد الله ملك الموت على ارواح بني ادم الله ورتي ملائكه مايدو افامي دي روحو بني ادم وفي وينن اسند ابتلاء ايوب عليه السلام ابتلي ايوب عليه السلام وينن النبي ايوب جربرا يوم وندنو وفي وينن اسند وفي موسى وهارون عليهما السلام النبي موسى النبي هارون فو ماي كون اسند افامي دي ويوم الاربعاء بين لان نند الاربعاء وي فقد سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال نلاد نام دام دي كون نند ثلاث بين وانا اسند نند ثلاث افامي فقال نلا صلى الله عليه وسلم وين اون نلا الاربعاء دي يومنا حسين او كون نلا مو كيت او غري فيه افامي دي فرعون وقومه كورو نند افامي دي فرعون يولا كانيو يمبي مودو كاد وثمود عاد ثمود دي لي دي دي كون نال العرب ندي نجولا او مصادي يم بسالي واخر اربعاء في الشهر افامي دي اشام كون نون العرب واتنجو دي ريورنو كودو العرب هيتا كو فو العرب واتنجي دي ركم بوري هيتيت افامي والله فاهم وجاء يوم الاربعاء اري نلاد وي وند يوم الاربعاء لا اخذ ولا اعطى هور سارو كام هور جاغو هن هور ركو هن غن وورد جودي في الاثار اي باتيجي اناوي افامي دي حديد ان قص الاظفار قولتا دي تشغني يوم الاربعاء نل الاربعاء وانه وند كالكولتي دي تشغني نل الاربعاء يورث البرص ان رنتي نيو بيتي دو برص وقد تردد فيه بعض العلماء فبتلي يوغي اندو بي نون ييوي تو بانغي سند حديثو او وي حديثو سلانتو بانغي سند او وادي دوم نل هن هولتي ni ma ko nyane hen no afami de dum yene makko kis na afan wa fi nasihat ari defter ni wenon wo yutta qal ayami ina rente nyalawma allatin din jaa annahyu ari kadgol ani taglimi ga holtade fiha e mumen kal hijamat ko eno hom humbitade wa safari wala dannade wana wi ko nandi hen firaran sabu dogde an yusibu shay'un mimma tu'ida alayhi fiha sabu hada sarena ki de nyalawma wi dum ko ni hen e hade hunde de yano de ma tawno on sa halana dum batti قالنا دم قد افامي دي سم افامي ورواه افامي دي واراه من بودي دم نون عظيما كون موند ان يكون من الايام ما يجتن فيه ذلك وان نلوما دي دم نو وادي هن دم واتاكن وانكر الحديث افامي دي يدو الحديث في هذا دي دو گد كون ويدو دم دو اه دي دو نلوما نلوما فوك الله قال نلوما الله جي ويد او نلوما دم نو وادي او غا واتاك ولا وانكر الحديث مود يدا او دو حديث في هذا وان ولما سئل رضي الله عنه افامي دي ان ترك فئل ابامي دي ما ذكر قال حلقي
وتعليق وتقليم من الأظفار لأنه نام دام أفهم ولا فهم أن كونك إمام مالك أو نام دنوم أفهم دي قاعد يلون يلاو ماج قولوا له هنا ولا أشتري دم دي كهل كين كون فهم بارن دي وتقليم الأظفار ولا هول تري تشين دي وغسل الثياب وبوري شمشي يوم مصاب تنين أسر والأربيا تنين العرب قال أبي لا تعادل أيام فتعاديك فتو فرن دي يلاو ماج دي فتو يوسف يلاو ماج دي نور يلور له ما كيسن أي لا تعتقد أن لها تأثيرا فيب وند نالو ماجي دي ان جيغي كو ان باتينا في اضرارك لورلو غولما فربما توافق اراده الله بك ذلك يا مدوم حوره امويا ان الله مونو حقل ما يوتو ان ديك ما تو دوم دو هبر مارن كو باددا دوم هاندي كو وقد نبه على هذا الشيخ خليل شيخ خليل رحمه الله في جامعه بقول وين ولا تجتنب هوت رينتو في بعض الايام يوغي ان نالو ماج بعض الاعمال تشان يوغي غولين وعمل في كل يوم ما شئت كلا نالو ما غولين كلا كو جيدا فان الايام كلها لله نالو ماج دي فوكو الله جي لا تضر كان جي ذاتي مجدي لورلاتا ولا تنفو كان جي كوي مجدي نفتا فاهم الله فاهمن قال المناوي رحمه الله والحاصل برب الدهال انت الاربياء ننتردا الارب على وجه افاميد افديره نيسو هيتنار دوم افاميد وذن اتقاد افاميد منجمين يكودي كدي فيمد افاميد هوترتوبه كودي وند حرام شديد دوم كوند هرمود تيكاي ساتو كارمغول إذا الأيام كلها لله نلو ما جدي فوق الله جي لا تضر لله لها ولا تنفو دي نفتا بذاتي أتوك ذاتي مجد وبدون ذلك أفامي دي يكو وانا دي دو جد لا دير فيه ولا مهذورة ألا فوق لر قندين ألا فوق إن لر لهن كدي ألا فوق رنترين أي لما لما تقرر أنه يا أفامي دي يعمل بالدئيف في مثل هذا قمنا إني جاكو إراكم كو أندا وان دي حديث لحظة سؤالين جنكو رد يلو جد إي حديث ولو قول لره وبه أفامي دي يجمع بين القولين dindi mbawata rendinde hakku ko ngudi didi wagad gala fi nasiha wali ka jom deftan de do zakara ba'dul ulama wu yugay andube jangtima anna ba'duhum yugay mabbe de ihtajama yawmul arbiya o kango humbitinoma de alarbande وفي لفظ لفظ قد أري بيكو يوم السبت ندى أسند ولم يلتفت لما ورد من قولي عليه الصلاة والسلام كان قوية جاكي نينكو